السلام عليكم طلاب صف سادس ماما، إن شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم إن شاء الله راح نبدأ بمراجعة مادة التربية الإسلامية. طبعا كنا عرفنا بأنه الامتحان راح يكون من بداية الكتاب إلى الوحدة الرابعة غير داخلة، أي الـ3 وحدات الأولى اللي إحنا درسناها وراجعناها من قبل. نبدأ المراجعة بأحكام التلاوة، آداب تلاوة القرآن الكريم. آداب تلاوة القرآن الكريم الـ5 هذه ماما حفظ، حفظ مهمة جدا. ممكن يجي سؤال، ما الآداب التي يجب الالتزام بها في تلاوة القرآن الكريم؟ ينبغي على قارئ القرآن الكريم مراعاة ما يأتي: أولا، نظافة الجسم والملابس والمكان. 2، الجلوس باستقبال القبلة. 3، قراءة القرآن بهدوء وتدبر واستحضار هيبة القرآن الكريم. 4، الابتعاد عن كل ما يخل بقدسية القرآن الكريم كالضحك واللغو والعبث. 5، التفكر بالآيات القرآنية الكريمة والاقتداء بالمثل والقيم العليا وترجمتها إلى سلوك حسن في الحياة اليومية. هذه النقاط الـ5 ماما حفظ، هذه النقاط الـ5 حفظ اللي هي آداب تلاوة القرآن الكريم مهمة جدا. نأتي إلى أحكام لام ال للتعريف. أحكام لام ال للتعريف، لام ال للتعريف تدخل على الأسماء فقط. لام ال للتعريف تدخل فقط على الأسماء، بس على الأسماء، غير الأسماء ما تدخل، لا على أفعال ولا ضمائر ولا غيره أبدا، فقط على الأسماء. يكون لها حكمان، الحكم الأول اللي هو الإظهار القمري، وأيضا الحكم الثاني اللي هو الإدغام الشمسي. نأتي إلى الأول اللي هو الإظهار القمري. الإظهار اللي هو البيان الظاهر، الوضوح، البيان والوضوح. ما المقصود بالإظهار القمري؟ ما هو الإظهار القمري؟ تلفظ لام ال للتعريف إذا دخلت على الأسماء اللي تبدأ بأحد الحروف القمرية. لام ال للتعريف تكون واضحة وظاهرة وملفوظة إذا دخلت على الأسماء اللي تبدأ بأحد الحروف القمرية. زين، ما هي الحروف القمرية؟ الحروف القمرية مجموعة في عبارة ابغي حجك وخف عقيمة، يعني ألف باء غين حاء جيم كاف واو خاء فاء عين قاف ياء ميم هاء. هذه هي الحروف القمرية. فيما عدا هذه الحروف راح تكون حروف شمسية، فيما عدا هذه الحروف تكون حروف شمسية. إذا الحروف القمرية مجموعة في عبارة ابغي حجك وخف عقيمة. إذا جاءت ال التعريف ودخلت على أحد الحروف القمرية أو على اسم مبدوء بأحد الحروف القمرية، فراح تسمى هذه اللام لام قمرية. علامتها شنو؟ علامتها السكون. مثال على ذلك، قبل أن نبدأ بالمثال راح أوضح لكم أنه هذا هو ما مقصود بالإظهار القمري، هذا ما مقصود بالإظهار القمري. مثال مثل كتاب، إذا أريد أدخل ال إلى لفظة كتاب أو إلى كلمة كتاب، كتاب اسم مبدوء بحرف الكاف، حرف الكاف، حرف الكاف هو أحد الحروف القمرية، أحد الحروف القمرية. شو راح ألفظها؟ الكتاب. انتبهوا هنا شون اللام كانت ظاهرة وواضحة، اللام كانت ظاهرة وملفوظة في هذه الكلمة الكتاب. إذن اللام هنا أضيفت إلى أحد الحروف القمرية، لذلك هي لام قمرية علامتها السكون. نأخذ مثال آخر مثل كلمة أكبر، إذا أريد أضيف ال إلى كلمة أكبر، الأكبر، ال هنا واضحة وظاهرة، ال هنا واضحة وظاهرة. نجي نشوف حكمها. حكمها الإظهار القمري لأنها أضيفت إلى حرف الألف اللي هو أحد الحروف القمرية. بيت، البيت. غفور، الغفور. هذه الكلمات حكمها إظهار قمري لأنها أضيفت إلى الحرف باء. الكلمة البيت أضيفت إلى الحرف باء اللي هو أحد الحروف القمرية، والغفور أيضا أضيفت إلى حرف الغين اللي هو أحد الحروف القمرية، وغيرها من الأمثلة فيما يخص اللام القمرية أو الإظهار القمري. إذن تعرفنا على الإظهار القمري اللي تكون اللام فيه ملفوظة وواضحة وظاهرة،
عرفنا ما المقصود بالإظهار القمري اللي هو آيته الفضلام للتعريف إذا دخلت على الأسماء اللي تبدأ بأحد الحروف القمرية المجموعة في عبارة ابغي حجك وخف عقيمة، وتسمى اللام لاما قمرية وعلامتها السكون. نأتي إلى الإدغام الشمسي. الإدغام اللي هو إدخال أي تداخل تدغم. نجي نشوف ما المقصود بالإدغام الشمسي. تقلب لام التعريف إلى حرف مماثل للحرف الأول من الاسم الذي يبدأ بأحد الحروف الشمسية. لام التعريف راح تقلب إلى حرف يكون مماثل للحرف الأول من الاسم التي يبدأ بأحد الحروف الشمسية. ما هي الحروف الشمسية؟ اللي هي تاء، ثاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، لام، نون. هذه هي الحروف الشمسية. هذه هي الحروف الشمسية. لام التعريف تقلب إلى حرف إذا أضيفت إلى أحد هذه الحروف، إذا أضيفت أو دخلت على أحد هذه الحروف راح تقلب إلى حرف مماثل للحرف الأول من الاسم اللي أضيفت إليه. يدغم الحرفان يتداخلون فيما بينهم اللي هي التعريف والحرف الشمسي اللي تكون بادية بالكلمة، يصبح حرفا واحدا مشددا، وتسمى اللام لام شمسية وعلامتها الشدة. علامتها الشدة مثل لفظ السماوات، مثل لفظ سماوات. إذا أريد أضيف ال إلى كلمة سماوات، كلمة سماوات تبدأ بالحرف سين، الحرف سين اللي هو أحد الحروف الشمسية. إذن هنا هذه شوفوا كيف راح تتداخل اللام وتدغم مع حرف السين، تصير السماوات. السماوات هاي لفظها، لفظا انتبهوا ماما، لفظا لا كتابة. كيف تكون السماوات؟ السماوات كتابتها تكون السماوات طبيعية، هذا كله لفظا انتبهوا ماما. إذا أريد أضيف ال، شوفوا كيف أدغمت اللام مع حرف السين، أدغمت اللام مع حرف السين فأصبحوا كأنما حرفا واحدا مشددا. السماوات، السماوات. زين، ناخذ مثال آخر مثل لفظ الطير. كلمة طير إذا أريد أضيف لها ال التعريف، أريد أضيف شو كيف تلفظ؟ الطير، الطير، كأنما أدغمت ال مع الطاء فأصبحوا حرفا واحدا مشددا لفظا الطير. أما كتابتها فتكون الطير مثل ما إحنا معتادين أن نكتبها، الطير، الطير، باعوا لفظها هكذا، لفظها الطير. إذا هنا لا تلفظ اللام وتدغم مع الحرف الأول من الاسم الذي أضيفت إليه. ليش؟ لأنه لفظ الطير مبدوء بالحرف طاء اللي هو أحد الحروف الشمسية، وتكون علامة اللام هنا هي الشدة. ناخذ مثال آخر مثل تراث. التراث، شوفوا كيف هنا إذا أريد أضيف ال إلى كلمة تراث، اللام أدغمت مع حرف التاء اللي هو أحد الحروف الشمسية اللي بدأت به الكلمة. ثاقب، الثاقب. دنيا، الدنيا، إلى آخره من الأمثلة فيما يخص الإدغام الشمسي. إذن تعرفنا ما المقصود بالإدغام الشمسي اللي هو تقلب لام التعريف إلى حرف مماثل للحرف الأول من الاسم اللي يبدأ بأحد الحروف الشمسية اللي هي تاء، ثاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، لام، نون. يدغم الحرفان اللي هي لام التعريف والحرف الشمسي يصبح حرفا واحدا مشددا، وتسمى التعريف لاما شمسية، وتكون علامتها الشدة. زين، أما بالنسبة لي اللام في الأسماء الآتية اللي هي الله لفظ الجلالة، والأسماء الموصولة مثل الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، فهنا حكمها راح يكون لام أصلية. هذه اللام هنا لام أصلية، اللام في هذه الكلمات لام أصلية، لام أصلية، مو لام مضافة مثل التعريف، لا، لام أصلية، مو دخيلة على الكلمة، مو داخلة للكلمة، لا، لام أصلية، لذلك حكمها يكون أصلية من بنية الكلمة، هي من بنية الكلمة. نأتي للتمرين المحلول حتى يتوضح عندنا أكثر. ما حكم لام التعريف في الآية القرآنية الآتية وما السبب؟ أجي أريد أستخرج التعريف
في الآية القرآنية، في هاي الآية القرآنية أجي أبدأ بالقراءة، وين ما أشوف ال في الكلمات رأسا استخرجها، وين ما أشوف ال قبل استخرجها. أبدأ قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات. السماوات كلمة تحتوي على التعريف، أجي أستخرجها أشوف شنو حكمها. السماوات كأنما أدغمت اللام مع الحرف الأول من الاسم اللي مبدوء، اللي هو حرف السين اللي هو حرف شمسي، كأنما أدغمت اللام مع حرف السين. كلمة سماوات مبدوءة بحرف السين اللي هو أحد الحروف الشمسية، كأنما أدغمت اللام وتداخلت مع حرف السين فأصبحوا حرفا واحدا مشددا. هنا اللام كأنما لا تلفظ، لا تلفظ باللفظ، لفظا لا تذكر. السماوات إذن حكمها إدغام شمسي، ليش؟ لأنها دخلت على الحرف السين اللي هو أحد الحروف الشمسية. والأرض، كلمة الأرض أيضا تحتوي على التعريف، أضيفت إلى الحرف ألف. ألف، حرف الألف هو أحد الحروف القمرية، إذا حكمها إظهار قمري. وأيضا ظهرت اللام الأرض، شوفوا باللفظ الأرض واضحة، اللام ظهرت ظاهرة في هذه الكلمة، إذا حكمها إظهار قمري لأنها دخلت على الحرف ألف اللي هو أحد الحروف القمرية، وهو العزيز. العزيز، العزيز أيضا كلمة تحتوي على التعريف، أجي أشوف العزيز لفظا اللام ظهرت، زين أضيفت إلى الحرف عين، الحرف عين اللي هو أحد الحروف القمرية، إذا حكمها إظهار قمري لأنها دخلت على الحرف القمري عين. زين، الحكيم، الحكيم، الحكيم كلمة تحتوي على التعريف، شوفها باللفظ ظهرت الحكيم اللام ظاهرة، حكمها إظهار قمري، ليش؟ لأنها أضيفت إلى الحرف حاء اللي هو أحد الحروف القمرية، أحد الحروف القمرية، فيصير حكمها إظهار قمري.